سلام عليكم يا رجاله. ايه اللي جابك هنا يا شوكت؟ جاي لاخويا. اخويا اللي ما بيردش عليا في التليفون وبيطرب مني. خش في الموضوع يا شوكت. الجوازه بتاعت البيت مش هتتم الا لما كبير عيله الحجار يوافق ويحضرها. ولما انت بتفهم في الاصول قوي كده، ازاي توافق ان حريم عيله الحجار تتجوز واحد من براها؟ ريا لطفي البت بتحبه. بقى تسيب صبر ابني اللي من دمنا وتجوزها حته عيل تافه لا نعرفه ولا يعرفنا. وط صوتك الواد بره. بره بيهبب ايه؟ راح لك البيت ما رضيتش تقابله. راح لك الشغل قالوا له انك مسافر. وانا مفهمه ان الجوازه دي مش هتتم الا لما الكبير يوافق. ازاي؟ انت اتجننت؟ استناك تاخد ورا ازاي؟ عيله الحجار كلها ابطال ولا نسيت يا شوكت؟ وعلى كده عريس الغبره ده له في الرياضه والبطولات. هو بيحاول زي ما تقول كده بيشتغل على نفسه. اه يعني ايه ده؟ مساء الخير. ايه اللي قلعك؟ ما انا كنت لازم اقلع عمي. انا داخل ساونا. هو انا رايح ساقية الصاوي. الله يخرب بيتك، كان قربوا يقتنعوا. اقعد اقعد يا حبيبي اقعد لما اعرفك على عمام العروسه. اقعد. نشأة الحجار اخويا الصغير بطل العالم في الجله. تسمع عن الجله؟ لا اسمع عن الجله اللي بتلزق الجسم. وبكل فخر اقدم لك نجم العيله اخويا الكبير لطفي الحجار، بطل العالم 12 مره على التوالي في رفع الاثقال. تشرفنا يا كوتش، تشرفنا. اما ده بقى صبر لطفي الحجار. ابني ربنا خليهولك. ابنك هو حد انكر؟ ربنا خليهولك. بطل العالم 3 مرات في كمال الاجسام. تسمع كمال الاجسام؟ لا اسمع كمال ابو ريه. عمر مهندس ديكور كبير بيحب نسمة قوي. وتفتكر واحد زيك يقدر يحمي نسمة؟ احميها من ايه بس يا عم؟ هي عليها طار ولا حاجه؟ انا بحذرك يا عمر، اي هواء او البنت تشتكي منك في يوم انت عارف هيتعمل فيك ايه. انا اتعمل فيا خلاص يا عمي، انا اتعمل فيا. طب انا بقول يا جماعه فرصه سعيده قوي، ويعني انا اتشرفت ودي دعاوى الفرح قبل ما تدوب في ايدينا كلنا. واستاذن انا. على فين؟ انت مش مستحمل الصهد ولا ايه؟ الساونا اكتر مكان بيبان فيه قوه التحمل. صبري ايدك يا عريس. يا عم احنا نلعب كيلو باميه ولا ايه؟